الو، اي سليم، بقول لك ايه، انا عرفت موبايل زياد فين. يعني انت متاكد ان ده المكان؟ ماشي، لا مش محتاج اكتبه، خلاص عرفت فين، عارف اوصل. خلي بالك انت من نفسك بس واعملي اللي قلت لك عليها. يلا سلام. ايه الاخبار؟ في جديد؟ في جديد اهو، بس اصبر عليا لحد ما ضيف النهارده يجي وبعدين اقول لك ايه الجديد. ولو وافقت هو مستنيك تروح له دلوقتي. طب عرفيني مكانه وانا هروح له على طول. هقول لك على المكان اللي هو مستخبي فيه، بس قبل اي حاجه اسمعها منك واضحه، انت فعلا يا حسام مستعد تساعد سليم ولا لا؟ اه طبعا. ماشي. بس انت الصراحه غريب قوي يا رامي، يعني لا كاس ولا سجاره، امال مزاجك ايه يا عم؟ شكلك كده مزاجك في النسوان، تحب النسوان انت؟ ها؟ لا انا مزاجي حاجه تانية. ايه مزاجي حاجه تانية بالغمزه وحط ايدك؟ انت هتوترني منك ليه يا عم انت؟ انا مزاجي ان انا انصر المظلوم، بحس ان انا عامل دماغ لما اعمل حاجه كويسه للناس. اه ظلمتك انا والله. بيني وبينك هي حاجه حلوه يعني، موفره للصحه وللفلوس. ده حقيقي. ربما انا مش عارف اعمل ايه في موضوع الفيديوهات بتاعتي. لا رامي، يعني انا شايف بصراحه انك مقفرها شويتين في حوار الفيديوهات اللي نزلت. لا طبعا مش مقفرها، موضوع كبير جدا على فكره. ده عامل فيديوهات طالع فيها ابو زيد الهلالي. ما هي الناس برضك عبيطه يا رامي، يعني هم شويه يصدقوا ان هو هربان وابن كلب، وشويه يصدقوا زي ما انت بتقول ان هو ابو زيد الهلالي. الناس مش عبيطه على فكره، الناس بس طيبين يعني، غلابه بيصدقوا اي حاجه بتحصل. واحنا لازم نعمل حاجه بقى قبل ما يصدقوه بجد. طب نعمل ايه يعني؟ انا عن نفسي ممكن اعمل لك فيديو 18 ساعه متواصل اشتم لك في اللي جابوه. مش حل. طب ايه الحل يعني؟ مش عارف. بص يا حسام، انا عارف اللي هطلبه منك ده ممكن يبقى خطر عليك، عشان كده لو ما وافقتش انا مش هزعل منك، بس اللي خلاني اطلبه منك ان انا مستجدعك بصراحه، وانت وقفت جنبي كتير، وسؤالك على اهلي في غيابي برضه كبرك في نظري قوي، عشان كده انا واثق فيك وما قدميش غيرك، خصوصا كمان ان حوده جالي الاسم قبل كده وزنتي ممكن يعرفه لو شافه. تمام يا باشا، بس سعادتك متاكد ان الموبايل اللي عليه الفيديو ده هو اللي عند زنتي في البيت؟ اه، العنوان اللي جابته فريده هو اللي قاعد فيه زنتي. بعدين زنتي مش هيهدى ولا يرتاح له بال غير لو الفيديو ده كل يوم بقت في حضنه. طب يبقى كويس كده، يا بيت حلت من عند ربنا، نبلغ عنه وهم لما يجوا يقبضوا عليه يفتشوا البيت يلاقوا الموبايل، ويبقى كده خلصنا منه. هنبلغ نقول ايه وهيفتشوا على ايه؟ الفيديو اللي هناك ده بيثبت ان ابن لطفي هو اللي خبط البيت، لكن ما يثبتش مين قتل زياد. طب يا باشا فهمني، طالما الفيديو ده هو اللي هيقدم ولا هيأخر، هنجري ورا ليه؟ ومين قالك ان الفيديو ده لا هيقدم ولا هيأخر؟ بالعكس، الفيديو ده اول خطة وصلنا للحقيقه. طب يا باشا بالراحه كده فهمني، عشان مش فاهم حاجه بصراحه. ومن سمعك والله حسام بيه. بص يا حسام، انا مش عارف اعمل اي حاجه من في دماغي غير لما يكون الفيديو ده معايا. انا عايزك تراقب بيت زنيتي وتراقب زنيتي نفسه والناس اللي عايشين معاه، بيرجعوا امتى وبيخرجوا امتى. لو تعرف حتى ترسم لي كمان البيت والشارع كروكي يبقى كويس قوي. تمام، اعتبره حصل يا باشا. طب انت يعني هتعمل ايه يا سليم بيه بالحاجات دي؟ اروح اجيب الفيديو من بيت زنيتي. طيب ما طالما قفله بقى ضبه مفتاح كده يا زنيتي، ما تفكك بقى يا اخويا من اللي في دماغك ده خالص. المقفول نفتحه بالعافيه، وانا مش هرجع اللي في دماغي صفاء. يا حبيبي انت مش قلت ان زميلك قال لك ان هو ملوش اثر؟ يعني هروح فين يعني وعفريت؟ باينه بقى عفريت يا زميلتي. حتى لو عفريت هحضره. هتعمل ايه يعني؟ هتروح لشيخ؟ لا مش هروح لشيخ، هروح للوحيد اللي يعرف مكانه. ويطلع مين بقى ده ان شاء الله؟ ابراهيم السني. حاج عزام، راجل زهق واحنا مسقعينه بقاله كتير. اشرب شاك يا اسحاق عشان يدفيك، وما تقولش ان احنا بنسقعك انت كمان. دفيني؟ احنا جايين نهرج يا حاج. انت عارف مقبرة زي دي فيها ايه؟ عارف يا اسحاق. امال انا بحفر وراها بقالي سنين كتيرة ليه؟ غاوي مصاريف يعني على الفاضي؟ احنا بس عندنا مشكلة صغيرة كده وبنحلها. اهو الشيخ عطية جه اهو، هيقول لنا وصل ليه. اتفضل يا شيخ عطية. اهلا اهلا اهلا. اتفضل يا شيخ عطية، كنا لسه في سيرتك حالا. برضه مش بترد السلام؟ السلام على من اتبع الهدى يا اسحاق. ساتر، بتقولها من تحت درسك. انا رديت يا اسحاق، انت اللي مش عايز تتبع الهدى. اما انت شايفني على ضلال، تشتغل معايا انت وابوك في تجاره الاثار ليه؟ ولا ده مش حرام شرعا؟
النبي عليه الصلاة والسلام يا إسحاق. عليه الصلاة والسلام كان ليه شغل مع المشركين والنصارى واليهود. في الأثار برضو؟ ما كانش في تجارة أثار ساعتها. أمال عرفت منين إن هي حلال يا شيخ عقيل؟ بالعلم والقياس والاجتهاد. ولا أنت فاكرني جاهل بأمور ديني زيك يا إسحاق؟ كل زمن وله أوان يا أخ إسحاق. معلش عطية إسحاق أصله طول عمره بيحب الرلي. أنا كده مش هتكلم. هو الحيلة وهتاخده في صفك طبعا. اخلص يا إسحاق. كنت في سيرتي مع الحاج بتقول إيه؟ عاوزين نخلص المقبرة يا حاج. الخواجة جاهز. وأنا خايف يمشي. مفدحي. لا صلي على النبي كده في قلبك واهدى. أنت كده هتبقى بترفس النعمة برجليك. وده حرام شرعا. لو مشي يا إسحاق يبقى هو اللي رفص النعمة برجليه. بطل كهنة يا إسحاق. أنت مش قال إن الخواجة ده متأكد إن المقبرة دي هنا؟ هو قال كده صحيح بس. بس إيه؟ المقبرة في أرضنا وتحت إيدينا. مين يقدر يقرب منها؟ كلام مظبوط. بس برضو عطية يا ابني إسحاق عنده حق. خير بالراحة جدا. الراجل في إيدينا وجاهز. جاهز. وأعتقد إن هو ما قصرش معانا في أي حاجة. ليه بقى نمشيه؟ ندور على غيره. لو مشي يا إسحاق هيجي ألف غيره. كلام صح. عطية بيتكلم صح. وبعدين يا حاج ما أنت عارف. إحنا مخلصين كل حاجة. فاضل حتة الأرض بتاعت سي سيفتي ده وأنت عارف إنه معاصلك. طب والعمل يا ابني؟ شوفوا عاوز كام وخلصونا. ما بيحبش الفلوس الفقري. بس أنا شادد عليه جامد اليومين دول. طب افرض الشدة دي ما جابتش نتيجة. أنت عارف صالح دماغه ناشفة. لو الشدة ما جابتش نتيجة أنا عندي حل تاني. بس كنت مأجله شوية. الفل يا باشا. صباح الفل يا ابراهيم. صباح الخير. تسلم ايديك يا ست العرايس. معلش يا انسه هدى، اصل انا دايما اقول له نور اختي يا ست العرايس وانت بتفكريني بيها. طب قول لنفسك بقى اهو ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا وهعوضك بيا. ربنا يخليكي. والله انت ربنا عوضنا. انا بس مش عارف هي عامله ايه دلوقتي. هو انت ما بتكلمهاش ليه يا ابراهيم؟ اكلمها ازاي؟ مينفعش. سليم بيه منع التليفونات والحاجات دي، هتكون متراقبه. طب ايه رايك اكلمها لك انا؟ تتكلميها؟ اكلمها كاني واحده صاحبتها. لا لا استنى بس، منها انت تطمن عليها وهم كمان يطمنوا عليك. ايوه بس لازم اخد راي سليم بيه الاول. تاخد رايه في ايه بس؟ عايز تاخد رايي في ايه يا ابراهيم؟ صباح الخير يا ولد. صباح النور. صباح الخير يا عربي. صباح الخير يا فندم. هات لي نسكافيه والنبي. لا صباح الخير. صباح النور. ده انت مراقبني بقى؟ ده انا لسه داخله حالا. والله انت ادرى مني بحكايه المراقبات دي يا فريده. مراقبه ايه؟ حكايه النمره اللي انت اديتها لاحمد يراقبها لك. هيا سليم، ايه رايك؟ ماشي كلموها، بس لازم تخلي بالكم. ما تقلقش، انا هكلمها على اني واحده صاحبتها. يا هدى انا مش خايف منك انت، انا خايف منها هي. لما ترد عليكي وتلاقي واحده غريبه ممكن تتخض وتجيب اسمه ونروح في 60 داهيه. يعني هما في المراقبه يا بيبي بيبقوا مركزين قوي كده مع كل التليفونات. يا ابراهيم مركزين طبعا.
فرحتني، انت كنت لسه موافق. يا سيدي ولسه موافق، بس لازم نعمل حسابنا كده ونعمل زي ما عملنا مع هدى سيطرة. اديها اي امارة من بعيد بس ما تجيبيش سيرته خالص. صح يا سليم، فكر بقى يا ابراهيم بالراحة كده، فأمارة بينك وبينها موقف حصل ومحدش يعرفه غيركم. انا فاكر لما البت نورة كانت صغيرة كانت مرة وقعت واتعورت تعويرة كبيرة هنا في حجابها، وكانوا كلهم بيقولوا البت اتشوهت البت اتشوهت، لكن انا قلت لها ما تخافيش يا نورة وانا هخيطها لك يا حبيبتي، ورحت مخيطتها لها والحمد لله ولم يكن شيء في حجابها، خفت خالص. حتى انا وانا بهزر معاها بعد كده بقول لها يا بت ده انا لولايا كان زمانك اتشويتي ولا جالك عرسان وكنت قعدت في قرابيزنا. برافو عليك يا ابراهيم، اهي دي اماره حلوه جدا. صح يا سليم؟ برافو عليك يا ابراهيم. ايه وبتاع ايه؟ هتفهم كده يا ابراهيم يعني؟ ايوه يا بيه، عيب عليك، دي نور اختي دي ذكيه جدا، كفايه انها اخت. انا المشكله انها اختك، ربنا يستر الدماغ ما تطلعش زي الدماغ. يا بيه ده انا يعني انت بتشكك في قدراتي ولا ايه يا سليم بيه؟ خلاص بقى يا سليم ما تخافش، اطلبها من فضلك يا فريد. مفيش داعي من كلام لا يقدم ولا يؤخر. احمد اتشاف على السيستم، لما سالته قال ان انت اللي طلبته منه كده. سؤالي واضح، انت قلت له يعمل كده؟ احمد ملوش ذنب يا ياسر، احمد كان بينفذ اوامري، وانا طلبت منه كده علشان موبايل واحده صاحبتي كانت اتسرق منها. بلاش تكذب يا فريده، انا بنفسي كشفت عن النمره دي وعرفت ان دي نمره الولد اللي البي خطيبك قتله اللي انت رفضتني بسببه. سليم بريء يا ياسر، وانا عملت كده علشان اساعده واثبت براءته. يا خساره يا فريده، كنت فاكرك اذكى من كده. ده مش بس هيوقف لك حياتك، ده هيضيع لك كل حاجه. ياسر انت عارفه في المواقف اللي زي دي انا لازم ابلغ النيابه، بس طبعا انا مش هعمل كده عشان المكانه اللي ليكي في قلبي. اما احمد انا اكتفي ان انا هجازيه جزا كبير. بالنسبه لك انت بقى استقالتك تكون على مكتبي النهارده. ما بتردش هي؟ ايه ما بتردش على ارقام غريبه ولا ايه؟ لا لا هترد، بس هي بس بتستنى لو قعدت تلحق عليها هترد. خلاص بقى ابراهيم، هي شكلها كده مش سالكه. لا بيه بترد يا بيه، انا منبه عليها ما تردش على، بس اتصلي بس. معلش يا سليم مره كمان. اتصلي بقى اخر مره. اتصلي بس عشان خاطر، بس اول ما تقولي لها بس هتقعدي في قرابيزنا هتعنزي، بس قولي لها. نورا يا نورا. ايوه ايوه كنت بصلي في ايه؟ تعالي شوفي اللي عمال يزن ده من الصبح مش مبطل رن. الو الو. ايوه يا نورا ازيك؟ مين معايا؟ معقول يا بنتي مش عارفه صوتي؟ انا دعاء. دعاء؟ دعاء مين؟ دعاء عبد المحسن. نسيتيني ولا ايه؟ انا كنت ساكنه جنبكوا زمان. دعاء عبد المحسن مين؟ مش فاكره لما وقعتي زمان على حاجبك واتفتح واخوكي اللي خيطهولك؟ ها افتكرتيني ولا لسه؟ افتكرت. بصي كده في المرايه واعرفي ان لولا الراجل ده ما كانش حد هيبص في خلقتك. ايوه صح، تسلم ايده يا رب، ربنا يفك كرب. انتوا عاملين ايه؟ عامله ايه دعاء؟ وحشتيني. وانت كمان والله، انا كنت لسه في سيرتك انا وبابا، فقلنا نتصل ونطمن عليكي. احنا الحمد لله كويسين، المهم انتوا عاملين ايه؟ استني بقى هديكي بابا، هو عايز يسلم عليكي. الو الو، ازيك يا نورة؟ ازيك انت؟ انا الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله الحمد لله كويس. طمنينا على سميحة والبنات. احنا الحمد لله كلنا كويسين الحمد لله. بقول لك ايه، خد سميحة عايزاك اهي. ايوه سميحة. ايوه سميحة، عاملة ايه؟ ان شاء الله تسلم. انت عامل ايه؟ طمني عليك. الحمد لله الحمد لله سميحة، الحمد لله.
ايوه سامحها بطمن عليكم كده يعني كل شويه مش على طول. اهم حاجه ابقى ذاكر للبنات قبل الامتحانات يا سميحه. ها بصي لي جبالين. مستغربك. مستغربني في ان شاء الله. انت ليه خايف تبان طيب وحنين زي بقيه البني ادمين؟ على فكره مش عيب ان انت تبقى ظابط وتبقى بتحب وبتحس بالناس اللي بيحبوك. انتوا طلبتوا مني طلب وانا وقفت. خلصنا بقى خلاص. لا ما خلصناش. ليه يا سليم ما بتفكرش تعمل زي ابراهيم؟ اعمل ايه يعني؟ تتصل باهلك تسمع صوتهم وتطمنهم عليك. ما ينفعش. ليه يا سليم ما ينفعش؟ هما مش وحشينك؟ بلاش يا سيدي وحشينك. انت اكيد وحشهم وهيموتوا من القلق عليك ونفسهم يطمنوا. بس انت وحشني اكيد واكيد انا وحشهم. بس الموضوع عندنا ما اتخدش بالعواطف كده. ليه بقى؟ مالها العواطف كفر؟ وبعدين ما انت وافقت على مكالمه ابراهيم. انا وافقت عشان انتوا عاملين تزنوا عليا وعشان ابراهيم كان صعبان عليا كمان. لا يا حضره الظابط ما يتهيأليش ان انت من الشخصيات اللي بتيجي بالزن. هدى الموضوع عندنا مختلف تماما. بس كان ابراهيم تليفونه متراقب. اكيد الموضوع عندنا اكتر بكتير. اكيد انت صح. بس انا هعمل زي ما عملت مع ابراهيم بالظبط. هكلمهم واقول لهم على اماره بينك وبينهم. اكيد في حاجه. ما ينفعش يا هدى. احنا عيله جامده وبناخد الامور بجد شويه. ده ما ينفعش. الواد الجديد ليه يعني؟ هو انت عملت ايه عشان كل ده؟ يا بنتي انت مش فاهمه الموضوع. ده في سلاح ميري وهروب مسجون. بعدين يعني الحمد لله ان صلاح بيه قلبه حن عليا. من غير كده كان زماني مرمي في البيت. حقك علينا يا حسن. بس والله العظيم سليم ما كانش قصده. لا يا بنتي انت فهمتيني غلط. وبعدين ما تقلقيش ده انا ظابط واخد على شحطاته. وعجبك كمان. ايوه بس مش لدرجه الواد الجديد يعني. دي بعيده قوي. اه هي بعيده. بس يعني قولي لي ايه اللي مزعلك قوي كده؟ عشان مامتك. ما كانش يعني لازم تسافر وتسيبها وهي عيانه كده. مامتي بس؟ اه عشان مامتك. بعدين ما تبصليش كده عشان والله العظيم انت عارف. لا لا خلاص خلاص. طيب احسن. يعني بموت فيك بنت عصبيه كده. عامة انا قدمت الاوراق بتاعت امي بتاعت المستشفى واجلوا لي السفر لمده اسبوعين لحد ما امي تعمل عمليه تبقى كويسه. ربنا يخليك لينا. لينا؟ لينا ده اللي هم لينا. وهو اسم النبي حارس حسين وجاي يشتكي لك انت؟ ليه؟ هو اللي باب النت ده شغلته هو ولا شغلتك؟ حاجة القصه مش في كده. هو اصل الواد حاسس ان المجهود اللي عمله الفتره اللي فاتت ده كله راح عوانته. احنا مالنا؟ هو احنا اللي حطينا له فيديوهات بتمجد في الزفت ده؟ ولا المشكله في خيبته وخيبه اللي معاه؟ اللي بدل ما يسخنوا الناس ضده سابوا غيره يجمعوا له مشجعين زي بتوع الكوره. يا حاجه بس ما احنا كده برضك الحوار ده يلطنا. يعني الناس لما يصدقوا بقى ان هو شهم ومازنجر كده تتفتح علينا طاقه جهنم. لا طاقه جهنم دي مفتاحها معانا احنا. احنا بس اللي نقدر نفتحها. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني احنا اللي معانا الكوبي الكارت اللي نرميه في اي وقت يقش. اللي هو ايه ده يا حاج؟ سناء. تاني يا حاج؟ ايوه تاني وتالت. مش دي ام زياد؟ من بكره تاخد الواد وتروحوا لها الصبح وانا اعرفكوا تخليها تقول ايه. حاضر يا حاج. الله يطمن قلبك يا انسه هدى. والله الانسه هدى دي بنت حلال. كويسه هدى. لو قلت لسليم بيه اخبار فريده هانم ايه؟ اشمعنى يعني بتسال؟ اصل يعني انت من ساعه ما رحت اخر مره ما لحقناش نتكلم يعني. كويسه ابراهيم كويسه. الحمد لله يعني. طمنت عليها يعني؟ في ابراهيم على المسا. مفيش حاجه يا بيه انا بس بتطمن يعني. خير يعني سهدى في حاجه؟ بص بقى انا فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه وشايفه اللي انت بتقوله ده كلام فارغ. اهدى بالله يا انسه هدى ده برضه راجل ظابط. سليم انت هتكلم اهلك ودلوقتي حالا. يعني اكلمه بالعافيه يعني؟ لا يا سليم مش بالعافيه. يا سيدي لو هم مش وحشينك ومش عايز تطمن عليهم هم اكيد هيموتوا من القلق عليك ونفسهم يسمعوا صوتك. ولو على مراقبه التليفون انا عندي حل. خير يا حسام؟ وهكون جاي تقدم تظلم ولا حاجه؟ على فكره ده مش تخصصي.
لا بالعكس يا فندم، انا جاي اشكر سعادتك. والله كويس، كويس انك ادركت اخيرا ان اللي انا عملته فيك يستحق الشكر، لانه هرب بسببك ولما كنتش صاحبه وزميله ما كانش هيلاقي فرصه واحده لانه يفكر انه يهرب، والجزء ده عشان تتعلم. اتعلم ايه؟ تتعلم ان المتهم متهم حتى لو كان ابوك. اعتبرني اتعلمت يا فندم، بس اسال حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك لسه شايف ان سليم الانصاري مجرم؟ تبقى لسه ما اتعلمتش اي حاجه يا حسن. بص عاوز اقول لك على حاجه، حكايه ان سليم الانصاري مظلوم او مدان دي مش تخصصي، انا تخصصي اجيبه واسلمه. حكايه مدان او مظلوم دي تخصصات المحكمه بقى، حاجه ما تخصنيش انا. يلا خد بالك من نفسك. على فكره في ضابط حبيبي ودفعتي وصديقي في الواد الجديد، وصيته عليك، اوعى تاثر رقبتي. حاضر يا فندم. اتفضل. وايه اصلا ايه المناحه اللي انتوا عاملينها انتوا الاتنين دي؟ وانت يا فريده حاطه ايدك على خدك يا اختي، سبتي الشغل؟ طب وايه يعني؟ ده انت شاطره، بكره تلاقي شغل احسن منه بكتير. بقى اي شركه بقى هتيجي تسال انا مشيت من شغلي القديم ليه؟ ساعتها بقى ياسر هيقول ايه؟ ياسر هيسكت خالص ومش هينطق ولا كلمه، والا ما كانش خلاكي تمشي. وانت يا ست هاني مالك من ساعه ما رجعتي كده من المشوار وانت ضربالي بوز؟ يطلع لنا ايه حسام ده كمان؟ مش راجل محترم وقف جنبنا في زنقتنا؟ وبعدين كل اللي حصله ده ليه؟ ما هو بسببنا. يا سلام، شفتي شفتي السواكه بتاعت البيت؟ انا عارفه ان انت معجبه بيه وهو كمان معجب بيكي. وانا كمان عارفه. طب طالما عارفين مستغربين ليه يا جماعه؟ لا انا مش مستغربه. ايه فريده مالك عامله زي صدى صوتي كده ليه؟ لا مش مستغربه. ايوه لا ها متضايقه. متضايقه؟ تقومي تضايقيني انا كمان؟ وهو راح فين يعني؟ اتنقل الحبشه؟ هينط لك كل شويه في الاجازات. بعدين هم نقلوه عشان يربوه. اتفضلي يا ستي، دلوقتي بقى طالع مش متربي. شايف البت وعمايلها؟ يا بنتي ايه يعني؟ ما اخوك ياما اتنقل هنا وهنا. ايوه ماما بس ده سليم برضه يعني. خلاص خلاص سيبونا بقى من الاخبار اللي تغم دي وخلونا نتكلم في حاجه تفرح. وايه بقى الحاجه اللي تفرح دي؟ الفيديوهات اللي نصفت اخوكي شويه، والخيط اللي جابته له فريده عشان يمشي وراه، وحسام اللي بقت ايديه في ايدينا. والله يا بنات انا حاسه ان فرجه قريب، قريب قوي. يا رب. هيا بقى اطمنت. خد بقى اكتب لي الرقم. امسك. بس بقى يا فريده فكيها شويه، بكره ان شاء الله تلاقي شغلك حلو قوي وهتقولي ان انا قوي. يا ساتر. الو الو. ايوه يا فندم، انا سلوى من شركه اينت الموبيليا. كان اخو حضرتك عامل لنا تحويل بنكي بخصوص الموبيليا اللي حضرتك اخترتيها ومحدش جه استلمها. ايوه مظبوط. ثانيه واحده هحول حضرتك بزميلي في قسم التسليمات. مساء الخير. ماما ده سليم. الو. احنا بس كنا عايزين نتاكد عشان الاوردر اللي كنت عاملينه ما حدش جه استلم. عايز بس اطمن ان كل حاجه مظبوطه. لا لا احنا كلنا كويسين الحمد لله، بس حصل لنا شويه مشاكل كده. طب الحمد لله. طب بالنسبه لحضرتك الاوردر هنعمل فيه ايه؟ بص انا هديك مامتي هي هتظبط معاك كل حاجه. ما تقولش اسمه. الو. الو. ايوه يا ابني ازيك؟ انا تمام. أم حضرتك عاملة إيه؟ إحنا بخير والله بخير. ماشي يا فندم، أنا أتصل بحضرتك تاني ونشوف ميعاد مناسب. مع السلامة. حمدك واشكر فضلك يا رب. شفت بقى سهلة إزاي؟
ما تصعبش الدنيا على نفسك اكتر ما هي صعبه. كنت بصحى قبل الفجر عشان احضر له الفطار. الاقي صاحي محضر لي الفطار، كان بيبوس ايدي وراسي. عمري ما طلبت منه حاجه ونساها. يمكن ينسى الدواء بتاعه، يمكن ينسى يجيب لنفسه هدمه، ان عمره ما نسى يجيب لي حاجه. كان دايما يقول لي ما تتخانقيش مع حد يا ماما. الناس غلابه، جواهم غلابه قوي يا ماما. كان يلم الزباله ويرميها من غير ما اطلب منه. كان بيونسني، كان يقعد يحكي لي عن يوم وانا احكي له طول اليوم، حتى لو حاجات هو مش مهتم بيها كان يسأل ويسأل، لكنه مهتم وانا اقعد ارغي. ده ابني زياد اللي قتلوا سليم الانصاري، اللي انتم مطلعينه بطل في كل الفيديوهات. لو كانش سليم الانصاري هو اللي قتله يبقى هاتولي اللي قتل ابني. تم زياد في رقبتكم كلكم وفي رقبتي، وهجيب حق وهجيبه. ممكن اعرف بقى دلوقتي انت بتعيطي ليه؟ مين بقى اللي غوي نكد دلوقتي؟ ده بدل ما تفرحي ان هو طمنا عليه. الحمد لله، بس انا بعيط من فرحتي ان انا سمعت صوته ومن لهفتي عليه من ساعه ما غاب عننا يا سلمى. خلاص بقى كفايه عياط، خلينا نتبسط باللي حصل ده. في يا فريده ما تخليكي معانا كده. هي مين البنت اللي خلاها تكلمكوا دي؟ اكيد يعني واحده من المكان اللي هو قاعد فيه. ممكن تكون بنت الراجل. ايه؟ هو لحق يعني يثق فيها امتى ويعرفها منين اصلا عشان خليها تعمل مكالمه زي دي؟ تخدك يا فريده. انتوا بتضحكوا على ايه؟ انا قايمه ماشيه. خلاص يا فريده والله خلاص. اليوم ده يا ربي لسه برضه ناوي تمشي في سكتك دي يا زانتي؟ اعمل ايه يا صفاء؟ ما هو ما سابليش سكه تانيه امشي فيها. انا خلاص هنفذ الصبح وهبقى قطعت عرق وسياحة دم. استغفر الله العظيم يا رب. اخي صعبان عليا من زياد قوي. مالك يا رامي ساكت ليه كده؟ مفيش يا تامر، بس في موضوع شاغلني كده. طيب يا عم ربنا يريح بالك. بس بقول لك ايه؟ احنا معانا فيديو دغدغ الدنيا. واعتقد يعني انا عملت اللي عليا. اللي جاي بقى عليك انت. والله يا تامر هو ده اللي شاغلني. جميلة هي اللي كانت بترفع الفيديو على الانترنت يعني وبتعمل له انتشار. انا بس بصور بديها الفيديو يعني. دي مين جميله دي؟ مش بقول لك انا انت اخطبوط الحته بتاعتك؟ ها لا يا تامر، جميله مش الحته بتاعتي، جميله دي نشطه سياسيه مشهوره جدا. كل الشغل اللي فات بتاع سليم الانصاري ده كان مجهودها هي. طب يا عم بالراحه عليا، فهمت خلاص. عظمه كبيره يعني في الشغلانه بتاعتكم. طب وماله؟ هتديها الفيديو وهي تتصرف. جميله سافرت، راحت امريكا من حوالي اسبوعين ومحدش عارف يوصل لها. يا نهار اسود، يعني ايه كل الشغل بتاعنا كده راح في الكريتو فلالي؟ راح فين؟ يعني مجهودنا يعني راح في الهنا يا رامي؟ مفيش حاجة تامر راحت في حتة. كل حاجة تمام. طب رسين يعني هتعمل إيه؟ مش عارف بقى، أشوف حد أديله الفيديو أو أرفعه أنا. مش عارف. هتصرف. ولك يا تامر. أنا عايز أطلب منك طلب كده وما تزعلش مني، إحنا أصحاب يعني. يا نهار ابيض، ده انت اخويا يا ابو الدراويش. اوعى تكون منحرج مني. لا انا مش منحرج منك، انا بس عايز اقول لك ان الفتره الجايه احتمال قنوات او جرايد تكلمك. طب ايه المشكله يعني؟ يعني لو تخاف مخدرات شويه عشان حاسس ان انا عامل لك مشكله يعني. لا يا عم مخدرات انت فاهم غلط. بص يا رامي، انا هاجي معاك على الدغري، انا بشرب كده يعني نفسين خفيف خفيف بصراحه. انت عارف انا جات لي فتره ما كنتش بفوت فرد، كنت متذمر دينيا جدا. كنت ايه يا تامر؟ كنت متذمر والله العظيم جدا، بس عمك بقى الحاج لطفي قفش عليا. كنت متذمر دينيا؟ اه والله. طب تمام، النبي وصلني. طب هتعمل ايه في الفيديو؟ ما انا هتصرف فيه، وصلني بس. ماشي.
تفضل احسن بيه. تسلم. ايه الاخبار يا حسام؟ طالما جاي من بدري كده في اخبار جديده. والله يا باشا كان نفسي اجيب الليل بس انا خفت حد ياخد باله مني. معلش قول لي بقى وصلت ليه؟ بص يا باشا. هو احنا هنقف هنا. بيت زناتي اهو.